تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعين الكرام في هذه التحديات الجميلة، وانطلاقة شوطنا الثالث عشر تمت بعون من الله وتوفيقه. شوط خاص مشاهدينا متابعين الكرام باللقاية الجعدان لمسافة 3 كيلومترات في هذا الانطلاق، في هذا التحدي، في هذا الاندفاع المتميز. نسير مشاهدينا متابعين الكرام نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرى ظبيان من افتتح إذاعة هذا الشوط مشعر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. ننطلق مع المركز الثاني وأرى شاهين لأحمد بن سعيد بن منانة مع المركز الثاني. نقلتنا التالية مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثالث وأرى صغان لسعيد بن عبد الهادي الشهوانياتي ثالثا، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بأرى ناصي سالم بالسلطان بن رشيد السويدي. من يتابع انطلاقة ناصي خامس التحديات من الجانب الآخر، أرى هناك أيضا الوري لسالم بن محمد بالضبيعة يتدخل في هذه اللحظات مع المركز الخامس وسادسا. المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام صغان لسعيد بن عبد الهادي الشهواني، من يتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس. وسابعا ارى التسلل، ارى التسلل ايضا والانطلاق للشاهين للحميدي بالشجاع بن علي بن مسعود الفهيده، من يتدخل وينطلق مع المركز السادس. سابعا من الجانب الاخر، من الجانب الاخر ارى هناك مفجر لعلي بن راشد بن محمد بن غدير الكتبي. النقله التاليه مع المركز الثامن ورياض لمحمد بن يمعه بن حرمش المنصوري. الدور دور المركز التاسع، تاسع المراكز، وارى شاهين لخلفان بن علي الرفيسه، من يتدخل مع المركز التاسع. وعاشرا صغان لراشد بن مهير بالصوب الكتبي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام. النداء الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع نتابع بداية هذا الشوط، وأرى أرى شاهين من قاد المجموعة لأحمد بن سعيد بن منانة من سيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. نتابع المركز الثاني وأرى هني ظبيان المسري بن سالم بالعرطي الحميري أم صيحان، من ينطلق مع المركز الثاني، ينطلق في هذا التحدي الجميل والصغير من حمدان بن سعيد العامري، من يتابع هذا الانطلاق والتحدي الجميل. ولكن صغان لسعيد بن عبد الهادي الشهواني من يعلن انطلاقة سراب مع المركز الثاني. رابعا من الجانب الاخر، من الجانب الاخر انفجر لعلي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. النقله التاليه مع المركز الخامس، وارى القدوم لشكلان لعتيج بن سيف بن حاضر العميم، من يتابع انطلاقة شكلان مع المركز الخامس. سادس التحديات رياض لمحمد بن يمع بن حرمش المنصوري. نتابع المركز السابع وارى القدوم، ارى القدوم والتسلل لبشار لسعيد بن خليفه بن رشيد السويدي، من يعلن انطلاقه بشار مع المركز السابع. ثامن المراكز ارى هني ناصي لسالم بن سلطان بن رشيد، ومن الجانب الاخر، من الجانب الاخر التحديات مستمره. هملول لساري بن علي بن محمد المنصوري يتدخل في هذه اللحظات مع المركز التاسع. وعاشر نتابع نتابع نشوان لأحمد بن محمد بن العود الرميثي، من يتابع، من يتابع انطلاقة نشوان مع المركز العاشر. هذه النتيجة، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع شكلان، نتابع شكلان اللي قاد المجموعة، قاد المجموعة، اندفع بناموسي هذا الشوط. وعتيج بن سيف بن حاضر العميمي، من يتابع، من يتابع انطلاقة شكلان. وركز ركز يا اخوي انطلاقة شكلان. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني ارى هني انفجر لعلي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. واللحظات، اللحظات الاخيره، وشكلان على الصداره، شكلان على مقدمه هذا الشوط. تهانينا، تهانينا لعتيج بن سيف بن حاضر العميمي على فوز شكلان بالمركز الاول، وهو يندفع بناموسي هذا الشوط. بعد المسافه رقص في اللحظات الاخيره. سلام سلام يا الاهباب، سلام، واسعد الله صباحكم مع
الاداء المتميز اللي قدمه شكلان. تهانين للاعتيج بسيب بن حاضر العميمي اللي وصل مع المركز الثاني لاحمد بن محمد بن عود الرميثي. المركز الثالث من الجانب الاخر عجيب البخيت بن راشد بن سيف الشامسي، ومع المركز الرابع انفجر لعلي بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الخامس كان الدخول مشاهدينا متابعينا الكرام من ناصيل سالم بن سلطان بن رشيد، والبقيه نحيلهم لاعضاء خط النهايه. ولكن نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شكلان الى خط النهايه، يقطع المسافه في 5 دقائق 6 ثواني جزء واحد من الثانيه. تهانينا لعتيج بن سيف بن حاضر العميمي على فوز شكلان بالمركز الاول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني نشوان يقطع المسافة في 5 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للأحمد.